فإن الجنازة تمر بمراحل متعددة وتمر بأجزاء متنوعة، ومعرفتنا لهذه الأجزاء مفيد من جانبين. الجانب الأول أن يعرف المرء المسائل على دقتها وبتفصيلها، والجانب الثاني أن يستطيع أن يميز بين الأشباه التي ربما اختلف الحكم فيها. وأضرب لذلك مثلا قبل الخوض في هذه الأقسام والأجزاء، في مسألة قراءة القرآن عند الميت، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن قراءة القرآن على المحتضر أو المحتضر، اسم فاعل أو اسم مفعول، أنه مشروع، وسيأتي الدليل على ذلك. فإذا قبضت روحه وتوفي فإن قراءة القرآن عنده ممنوعة. فمعرفة المراحل التي تمر بها الجنائز مهم، ومثله يقال في التلقين، فإن التلقين حال الاحتضار مشروع، وبعده وبعد الدفن مثل ذلك ممنوع، وهكذا من المسائل التي إذا عرف المرء المراحل التي تمر بها الجنازة زال عنه إشكال كثير يرد عليه في ظنه أن المسائل متشابهة. وكثير من الوهم الذي يدخل على بعض طلبة العلم إنما يدخل عليهم من جهة أنهم لا يفرقون بين المسائل المتشابهة، فينقلون حكم مسألة إلى نظيرها مع أن الحال فيهما مختلف.